الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة كلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأولاني الناس اللي هي ما عندهاش لغة. ما عندكش لغة ما تخافش، ما عندكش لغة ما تخافيش، هخليكم إن شاء الله تحلوا الـ30 سؤال بكلمة واحدة أو بكلمتين، بس خليك معانا. نشوف النهاردة إشارتنا النهاردة وإزاي هقدر أخليك تحلها. كل سؤال يجي على الإشارة دي بكلمة واحدة أو ممكن يكون كلمتين. شوف مع بعضنا كده السينيال اللي معانا. الإشارة ديت برضو في كتير جدا بيغلطوا فيها. أنا النهاردة هخليك تقدر تحلها أحسن من اللي هو عنده لغة 100%. برافيزو دي ديريسيوني كونسيلياتو الفيكول ريبريزنتاتو. إشارة نصح بتحويل الاتجاه للعربات المشار إليه. العربتين دولت. إشارة نصح بتحويل الاتجاه للعربتين دول. ايه هم العربتين دول؟ الاوت ترين والاوت ارتكلاتو. ما يهمكش الكلام ده خلاص، ناقش مالكش دعوه بالكلام ده خلاص ناقش. انا هجيب لك خلاصه الخلاصه اللي انت هتحل بها السؤال من غير اي جهد ولا مشقه. جات لك الاشاره ديت ازاي تقدر تحل كل الاسئله اللي ممكن تجي لك عليها. اقول لك تحلها ازاي بكلمه واحده او بكلمتين. اي سؤال يجي لك على الإشارة ديت السينيال ده هوت، دور على كلمة كونسيلياتا أو كلمة نون. خلصت كونسيلياتا أو كلمة نون، بس مش مطلوب منك على الإشارة دهيت غيرك إنك تحفظ كلمتين اتنين. وقلت لك الكلمتين اللي هتحفظهم النهاردة ممكن يكونوا متكررين في إشارة تانية فهيريحوك، فالموضوع كله مش هيعدي إن شاء الله 100 كلمة، وهعمل لك ال 100 كلمة اللي أنت المفروض تحفظهم عشان يبقى عندك الإمكانية إن تدخل الامتحان وتحل ال 30 سؤال. كونسيليا منصوح به، إشارة منصوحة. يعني إيه منصوحة؟ يعني مش إجبارش، اختيارش. كلمة نصح يعني اختيار. كونسيليا نون الكلمتين دولت، لقيت واحدة من الاتنين على بركة الله هتقول له فيرو، ما لقيتش هتقول له فالسو. طب إيه رأيكم بقى نطبق الكلام ده في حل الأسئلة أفضل، ونشوف الكلام ده إزاي بيكون في الأسئلة. أول سؤال قدام مني أهوت، الإشارة اللي قدام مني أولا عرفتها وحددتها، محتاج ادور على كلمه كونسيليا او نون. ادور كده مع بعض كده. انا دلوقتي ما عنديش لغه خالص نهائي اهو، محتاج منك بس تحفظ الكلمه ديت اللي انا معلمك عليها ديت، ولقيتها موجوده كونسيليا تقول له فيرو. خلصت فيرو، مالكش دعوه بقى بالمكتوب الباقي ولا باي حاجه خالص نهائي. كونسيليا تقول له فيرو. طيب نشوف السؤال رقم 2 كده، ندور كده. قالتها كلمه برضو كونسيلياتا، هي نفس المعنى كونسيليا كونسيلياتا، كلها التصرفات بتاعت الكلمه، مالكش دعوه خالص نهائي، بس اهم حاجه كلمه كونسيليا هي اهي. يبقى هنا كونسيلياتا كونسيليا الاثنين واحد، منصوحه بها اقول له فيرو. ثلاثه قالتها برضو كلمه كونسيليا هي اقول له فيرو. هنا برضو رقم اربعه كلمه نون، نون اون سينيالي دي اوبليجو. كلمه نون، خليك في كلمه نون بس. كلمه نون يعني ليست اشاره اجباريه. نون لا، ليست إشارة إجباري، دي إشارة نصح وإرشاد مش إجبار، يبقى محتاج تعرف كلمة نون بس هقول له فيرو. طيب رقم خمسة أدور كده على كلمة كونسيليا هيت هقول له فيرو، مالكش دعوة بالمكتوب الباقي خالص، ما تركزش في المكتوب، ركز بس في الكلمتين بتوعك فقط لا غير، كونسيليا أقول له فيرو. طب رقم ستة ندور كلمة على كلمة كونسيليا أو كلمة نون، مش موجودة أقول له فالسو. أدور على رقم سبعة كده وحاطط الكوفية وبتسمع السؤال ما سمعتش كلمة كونسيليا ولا نون تقول له فالسو. طب رقم 8 برضه
وانت بتقرا السؤال او بتسمع السؤال وما سمعتش كلمه كونسيليا او نون تقول له فالسو. طب رقم 9، ادور كده كمان على كلمه كونسيليا او كلمه نون مش موجوده اقول له فالسو. طب نشوف سؤال 10 كمان، احتمال نلتقي كلمه كونسيليا مش موجوده، نون مش موجوده اقول له فالسو. طب كمان سؤال كده رقم 11، احاول ادور على كلمه احتمال التقي كلمه كونسيليا او نون مش موجوده هقول له فالسو. حليت النهارده كام سؤال؟ حليت 11 سؤال. دولت كل الاسئله اللي ممكن تشوفهم على الاشاره دهيت، حليتهم بكام كلمه؟ بكلمه واحده او كلمتين، كونسيليا منصوح بها وكلمه نون لا. كده يبقى انت تمكنت من حل كل الاسئله وحفظت بس كلمتين اتنين، وزي ما قلت لك لو حفظتهم النهارده الكلمتين دهم ممكن ينفعونا في اشاره تانيه جديده. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى نلقاكم في درس جديد، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.